الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ثم اما بعد هنتكلم ان شاء الله تعالى على مساله متعلقه بالوفاه لا شك ان الوفاه واحد الحدث عظيم جدا يقع بين حياه المرء الدنيويه وحياته الاخرويه يعني اخر ما يحدث للانسان في هذه الدنيا هي الوفاه والوفاه لما كان امر عظيم جدا عنده مسائل متعلقه به في الشرع فمثلا من اكرام الميت تغسيله وتكفينه والصلاه عليه ودفنه والميت مثلا يجوز للانسان ان يتصدق عنه وان يدعو له إن كان مسلما يعني بالمغفرة والرحمة وكذا والإنسان ممكن يصلي على شي واحد من الأقارب دياله من بعد ما يتدفن إلا كان مثلا بعيد وما دركش الصلاة وكان يصلّي على الغائب اللي غرق مثلا في البحار ولا كذا يعني مسائل كثيرة جدا خصها الشرع يعني الإنسان بعد بعد وفاته وحتى الورثة ديالو الأبناء ديالو كذا حتى هما يعني اعطاهم واحد المجال باش ينفعوا داك الميت يعني بعد ان يموت منها انهم يكونوا صالحين وبقاو يدعيو ليه مثلا عنه مسجدان ولا يتصدقوا عليه بشي صدقه اللي هي جاريه مسائل كثيره جدا ولكن واحد المساله كيديروها الناس هي من بين مسائل كثيره جدا كيديروها وليس فيها دليل في الشرع وهي قراءه الفاتحة على روح الميت يقولوا له يقولوا بلاتي الفاتحة على روح الميت تيجمعوا يديهم بحال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يبداو الفاتحة على روح الميت هذه المسألة هذه ما فيها حتى حاجة ثابتة في الشرع يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم كي يقرا الفاتحة على روح الميت وتجمعوا بهذه الطريقة وكذا نعم كان تيقرا الفاتحة ولكن في الصلاة في صلاة الجنازة كان كبروت كبيرة الأولى تنقرأ الفاتحات كبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية كبيرة الثالثة كان ندعيو للميت والتكبيره الرابعة ندعو لعموم المسلمين هذا هو اللي أما باش نجمعوا ونقرأوا الفاتحة على روح الميت وتيجي شي خبر من شي بلاصه وكنكونوا حنا جالسين في شي مجلس تنقولوا ايوا نقراوا الفاتحه على روح فلان كذا الحمد لله رب العالمين وكذا هذه المساله ما ثبت فيها شيء في الشرح ولا ينفعه ذلك ما تنفعوش هذاك الامر بل قد يضره إلى قال لهم إلى مت وقروا علي الفاتحة على روحي قد يضره هذا الأمر لأنه دار واحد الأمر أو أمر ببدعة أمر بواحد البدعة اللي ما كانش الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كيديروها وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم كيديرها وما كانش العلماء كيذكروا كي هذا الأمر هذا من بين يعني المسائل المتعلقة بالجنائز ذلك الإنسان دائما إلا يدير شي حاجة لا بد أن يكون له فيها دليل لا بد يكون عنده فيها حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو آية من آيات الله جل وعلا باش ما يوقعش في البدعة والبدعة أمر منكر البدعة أحب إلى إبليس من المعصية كما تيقولوا الفقهاء لأن ذاك اللي تيدي البدعة تيقول لك احنا يا الفاتحة اش كنديروا احنا دابا ولا كنزنيوا فاش كتنكر عليه إبليس كيجيب كي لي هذه الشبهة أنه راه غير كيقرا ولا غير كيدير ذكر ولا غير كي ولكن ماشي المشكل في ديك القراءة ماشي المشكل في الفاتحة وماشي المشكل في الذكر ولكن المشكل في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر هذا خالفت به الطريق ديال النبي صلى الله عليه وسلم وما كاينش مشكل أكبر من أنك تخالف يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الإنسان يكون على حذر من هذا الأمر أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين إنتاج خدمه الامام الشاطبي الدعويه لا تنسوا الاشتراك في قناه خدمه الامام الشاطبي الدعويه